تعج المدن اللبنانية بصور المرشحين اللبنانيين البلدية التي دفعت البعض إلى السخرية من الوضع السياسي بطرق مبتكرة. وبين هذه الصور تنتشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن من طرابلس اسمه مازن زيادة الذي تظنه مرشحا للوهلة الأولى عندما تنظر إلى صورته، إلا أنه كتب على هذه الصورة أحد الطرابلسيين غير المرشحين معبرا بذلك عن الوضع في طرابلس بطريقة ساخرة. أصدقاء مازن دخلوا في لعبته الطريفة عبر مواقع فيسبوك، فهناك من دعم ترشحه بشعار مازن يمثلني، وهناك من دعا إلى عدم انتخابه. ومعنا عبر الهاتف مازن يحدثنا مباشرة من طرابلس في لبنان عبر الهاتف. مازن، اعتراضك على يعني عشوائية هذه الصور، صور المرشحين في الانتخابات، بدأت بمسحة، لكن ما هي رسالتك بعد أن انتشرت هذه الصورة وما الهدف من ورائها؟ بداية أشكرك على استقبالي معك. ثانيا، هي بلشنا هذه القصه بمدحه. وهلا بس في المدحه مش مباشره مدحه كانت، يعني هي كمان هي بتعبر عن شيء وضع نحن عايشين به. مبدئيا حاله ملل وحاله قرف من الوضع اللي عايشينه مع بين الشعب والسياسيين. يعني برأيك مازن انتشار هذه الصورة يعني نوعا ما موافقة الذين نشروا هذه الصورة أو أعادوا نشرها على فيسبوك، موافقتهم معك على هذا المبدأ، موافقتهم برأيك على ماذا؟ بتصور أنه في حالتين، حالة أنه في ناس حبوها كمسخرة وكحالة عشوائية، وفي حالة ثانية هم فعلا هم رافضين كل هذا الشيء اللي عم بيصير. كل الوضع السياسي اللي تدخل بانتخابات بلدية بسيطة لبلديات في لبنان. الانتخابات البلدية شيء مكتسب لكل المواطنين، بس مش بشكل اللي نحن شفناه بالمدينة. نحن بمدينة فيها 144 مرشح على بلدية ل 24 عضو. هل كنت تتوقع مازن، هل كنت تتوقع يعني انتشار هذه الصورة عبر مواقع التواصل بهذه الطريقة؟ لا أبدا. هل رح تترشح؟ وانتشرت سريعا. نعم، هل ستترشح؟ كلا. أوكي، مازن زيادة حدثنا مباشرة من طرابلس من لبنان تحديدا، شكرا جزيلا لمداخلتك معنا.